السلام عليكم. أعانا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خلال الدعوة ما لم يعانيه أحد قبله، فقد ضرب وأخرج من بيته وسلبت أمواله وقتل أصحابه واجتمع ضده كبار قومه لقتله، ولكن أكثر مخلوق كان يؤذي النبي ويحاربه هو عمه أبو جهل لعنه الله، فقد حارب النبي بكل ما أوتي من قوة وبشتى الطرق والوسائل، ولكن الله يمهل ولا يهمل، ولكل ظالم ساعة ينتقم الله بها منه. في هذا المقطع سنروي لكم كيف انتقم الله تعالى من أبي جهل، فقتله طفلان من قومه وأذله أشد الذل، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. مع أن أبا جهل كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يترك وسيلة لإيذاء النبي ومحاربته إلا وقام بها، فكان يستهزئ به ويحشد كبار قومه ضده ويكرههم به، كما كان يذهب إلى كل من يسلم فيؤذيه ويضربه. وقد سمي بأبي جهل لأنه قتل امرأة تدعى سمية ابنة خياط بحربته بسبب إسلامها، ولم يكتفي اللعين بذلك، بل كان هو من وضع خطة قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد أن بدأ الإسلام بالانتشار اجتمع سادة قريش وكبارها ليتشاوروا فيما سيفعلونه لإيقاف محمد عليه الصلاة والسلام، فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. قال تعالى واصفا ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن الله عز وجل حفظ نبيه وأنقذه من كيد وغدر المشركين. وبعد الهجرة بدأ عدد المسلمين يزداد وبدأت قوتهم تتعاظم، فأرادوا عمل خطة لاستدراج المشركين الذين أخرجوهم من ديارهم وسرقوا أموالهم وبيوتهم. وكان أبو سفيان تاجرا كبيرا يسير القوافل باتجاه الشام ليتاجر بها، فأراد المسلمون الهجوم على قافلته التجارية ردا على سرقة قريش لأموالهم وبيوتهم. وصل الخبر لأبي سفيان فأرسل إلى كبار قريش يستنجد بهم، فأرسلوا جيشا لمحاربة المسلمين والقضاء عليهم. وكانت تلك معركة بدر أول معركة يخوضها المسلمون ضد كفار قريش، وكان جيش المسلمين 300 رجل بقيادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الطرف المقابل كان أبو جهل اللعين يقود جيش المشركين وعددهم 1000 رجل. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، وهما معاذ ومعوذ ابن عفراء، فغمرني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأن رأيته لا أفارقه حتى أقتله. فتعجبت لذلك، فغمرني الآخر فقال لي مثلها، فنظرت إلى أبي جهل يجل في الناس، قلت: ألا أن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه؟ وبدأت المعركة وبدأ القتال الشرس من المسلمين والمشركين، وأيد الله تعالى المسلمين بالملائكة. وكان أبو جهل اللعين ضخما طويلا قويا يقاتل بكل عزيمة وحقد على المسلمين، وكان أول من استطاع الاقتراب من أبي جهل وضربه بسيفه هو معاذ بن عمرو، فضربه بسيفه على ساقه فأقعده. قال معاذ بن عمرو: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، والحرجة هي الشجر الملتف،
أي أن المشركين كانوا ملتفين حول أبي جهل لحمايته، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، وبعد أن قطعت رجل أبي جهل قعد لا يستطيع القتال، فوجده الفتيان معاذ ومعوذ وهجم عليه فضربه حتى ثبت في الأرض ينازع لا يقدر على القيام، ثم تركاه وبه رمق، ثم قتلا المشركين حتى قتلا. وعندما انتهت المعركة وانتصر المسلمون وهرب المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ قال عبد الله بن مسعود: أنا يا رسول الله. فأرسله الرسول ليبحث عنه بين القتلى والجرحى، وكان عبد الله بن مسعود رقيق البنية نحيل الساقين قامته قصيرة، وكان أبو جهل قد قطع له إذنه عند إسلامه. فانطلق فوجده قد ضربه معاذ ومعوذ ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته وقال له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبما أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه؟ ثم قال: أخبرني لمن الغلبة اليوم؟ قال ابن مسعود: لله ورسوله. ثم نظر أبو جهل لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه فقال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم. فاجتز ابن مسعود رأسه وأذنه وجاء به إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرينيه. فانطلقا فأريته إياه فقال: هذا فرعون هذه الأمة. وبهذا أذل الله تعالى أبا جهل اللعين وانتهت حياته بأبشع صورة ممكنة، وهذا جزاء كل ظالم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ومن أشهر قصص أبي جهل مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول كان يصلي لله ويسجد في الكعبة، وكان ذلك يغيظ أبا جهل اللعين. وفي أحد الأيام ذهب أبو جهل إلى كبار القوم وقال لهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد أعاب ديننا وشتم آباءنا وسفه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهدكم لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فوافقوني على ذلك أو امنعوني. قالوا: فوالله ما نمنعك عن شيء أبدا، فامضي وافعل ما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله ينتظره ليضربه به عند سجوده. فأتى رسول الله ليصلي عند الكعبة كعادته، ولما سجد رسول الله حمل أبو جهل اللعين الحجر وهجم باتجاهه يريد ضربه، وفجأة ترك أبو جهل الحجر وعاد يهرب مسرعا مرتعبا. فقامت إليه رجال قريش وقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما اقتربت منه ظهر لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل همته ولا مثل ضخامته ولا أنيابه قط، فهم بي أن يأكلني. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب، دعم الله ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.